عندنا جامع كبير في سنجاب بدها كثير صغيره، وتحديدا بهذه المنطقه اللي تفشى فيها الفيروس اللي هي منطقه وهران. تبين انه عندنا اربع رعايا، اربع مواطنين لبنانيين، ثلاث شباب موجودين هناك بتصور لقواعد دراسي طلاب، وسيده موجوده كونها متاهله من شخص امريكاني وعندها عائلتها هناك، يعني بهالصفه موجوده. تم التواصل معهم مباشر من سفيرتنا ببكين، السفيره مينا جابور. اثنين منهم اعربوا عن عدم رغبتهم بالمغادره، الشباب بدهم يضلوا باقيين هنيك، خاصه انهم بيتايدوا بارشادات اللي عم تعطيهم اياها السلطات السنين لينتبهوا لحتى هذا الفيروس ما يطالهم. السيده المتاهله من امريكان على الاغلب قالت انه بمعنى في حال صار عمليه اجلاء فهي حتكون مشموله بعمليه الاجلاء مع جوزها من السلطات الامريكيه، وبالتالي تشكرتنا وقال انه الجانب الامريكي هو مهتم بعائله جوزها يعني. نعم. في عندنا مواطن طالب لبناني هو اظن ما كان مقرر او كان محتار، انما اهله بلبنان اتصلوا فينا واتصلوا بالسفيره واصروا وعبدوا على الرغبه، سواء كان رغبة الشاب اللي هنيك ولا عدم رغبته، أصروا على إخراجه وإجلائه من هذه المقاطعة من هذه المدينة. لهالسبب تواصلت سفيرتنا مع، بتعرفي في تنسيق هنيك بمجلس السفراء العرب، وفي دول عربية عندها جاليات وعندها رعاية موجودين بهذه المدينة، وأخذين له وباشروا أخذ الإجراءات تمهيدا لإجلاء رعاياهم الموجودين من العرب، المملكة العربية السعودية ومن ضمن المملكة الأردنية الهاشمية. نعم. تم التنسيق مع السلطات الأردنية بين سفيرتنا والسفير الأردن، لأنه الأردنيين حيبعثوا طائرة لإجلاء رعاياهم مباشر من وهران إلى عمان مباشر. فنسقت مع السفير الأردني هناك، وطلبنا كمان من سفيرتنا بالأردن السفيرة تريسي شمعون تواصلت مع الخارجية الأردنية، وبهالطريقة أمننا وأعطوا الجانب الأردني موافقته على إجلاء هذا الشاب اللبناني على متن الطائرة الأردنية. وكان فيه بس في ضمن شروط صحية معينة لازم تتم، فرضا الجانب الصيني كما الجانب الأردني كمان، لأنه اللي بيخرجون من هني بيوصلوا على عمان ولازم يضلوا بحالة عزلة بكارنتين لمدة 14-15 يوم لحتى يكون متأكدين كليا من انه اي حدا من الاشخاص اللي اخرجوا من وهان منه حامل هذا الفيروس. وبس يمروا 15 يوم بصير في الشاب يتوجه ويجي عند اهله على بيروت.